بحضور سعادة السيد جميل بن محمد علي حمدان وزير العمل رئيس مجلس السلامة والصحة المهنية، أقامت وزارة العمل حفلا لتكريم 20 مواطنا من العاملين في المهن ومجالات العمل عالية الخطورة. وحضر الحفلة كل من سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة وكيل وزارة العمل، والعميد محمد بن دينا مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية، المشرف العام على المكتب التنفيذي للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا، إلى جانب ممثلي الاتحادات العمالية وعدد من المسؤولين. في إطار تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للنهوض بالمجتمع، جاء حفل تكريم نخبة من أبناء الوطن ضمن مبادرة من أجلكم والتي تنفذها وزارة العمل ضمن خطة بحريننا. وزارة العمل يعني بتكليف من معالي وزير الداخلية لديها مبادرة من أجلكم تستهدف تكريم وتعزيز قدرات البحرينيين اللي يعملون في أصعب أو ظروف عمل صعبة ويستاهلون التنويه والتقدير. فالحقيقة يعني في اليوم شفنا تكريم 20 بحريني أثبتوا كفاءة وقدرة خاصة في أقسى ظروف العمل، وأثبتوا أن البحرينيين أكفاء وقادرين على تحمل مختلف المسؤوليات. تهدف المبادرة أيضا إلى تسليط الضوء على جهود وتضحيات السواعد الوطنية المخلصة العاملة في المهن ومجالات العمل عالية الخطورة في القطاع الخاص. شفناه اليوم أو اللي عايشناه اليوم هو الحفل الأول لتكريم العمال ضمن المبادرة من أجلكم. راح يكون إن شاء الله ضمن الخطة التنفيذية للمبادرة هناك 4 فعاليات أخرى. عمال البحرين يستحقون الكثير لدورهم الرئيسي في بناء تقدم ونهضة الوطن. مبادرة من أجلكم تركز على فئة تستحق منا كل التقدير والاحترام باعتبار أنهم يعملون في مهام عالية الخطورة ويستحقون من الوطن والمواطنين أن يعترف بوجودهم ويقدر دورهم. جميع الأعمال والمهام التي يقومون بها أبناء البحرين هي دليل راسخ على الروح الوطنية بداخلهم والنابعة من انتمائهم للوطن.